ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سائل يقول: ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟ نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا. الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك، وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل، حينما قال لهم: إنما هو ظن ظننته، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك. ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع، بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنهما أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل: وكل في فلك يسبحون. لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظ وكل هي تعني الكواكب الثلاثة، حيث ابتدأ بالأرض فقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لفظ كل تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر، ثم قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. هذا ظاهر من سياق الآيات هذه، وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة. أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر، لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر. هذا أقوله، فإن صح فبها ونعمة، وإن لم يصح فأقل ما يقال أنه لا يوجد في القرآن كما قلت آنفا ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية. أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الأرض عز وجل الجبال رواسي أن تميد بهم، وكالأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من جهة، بل على بعضها تكون حجة على مستدلين بها. فجعل الله عز وجل للجبال أوتادا، كذلك ك
كالأوتاد تشبيها بالأوتاد، فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا، وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها. ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا، لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأمواج يمينا ويسارا ثم يكون مصيرها الغرق. كذلك الأوتاد التي تضرب عادة للخيل مثلا ونحو ذلك من الدواب، فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في مدى محدود أراد ذلك ذاك الحيوان الواتد إن صح التعبير، وهو الذي ضرب الوتد للحيوان. ونحن نرى في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات، يسمى عندنا في بلاد الشام بالفصة، وربما يسمى عندكم بالبرسيم. نعم. هذا الذي يباع في المدينة، حشيش أخضر. نعم. ليس هو البرسيم؟ نعم. هذا يزرع، فيأتي الفلاح حينما ينبت فيضرب وتتا لفرسه أو لبقرته، فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها، فهي تتحرك، لكن ما تتحرك كما تشاء، هي تتحرك فوضى كما لا أطلق لها الزمام، وإنما تتحرك حركة نظامية، ولذلك تجد قد شكلت دائرة. الفصة أو البرسيم الذي أكلته أصبحت الأرض إيش؟ جرداء تقريبا من الخضار، وما حولها لا يزال الخضار فيه قائما. فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي للسفينة، والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض، كل ذلك لا ينفي عن الأرض حركة منظمة بقدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى دلالة على أن الأرض تتحرك أقل ما يقال، وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتوهم كثير من الناس. فخلاصة القول، لا يوجد في الشراء أبدا ما ينفي كروية الأرض، ثم كروية الأرض أصبحت اليوم يعني حقيقة علمية ملموسة لمس اليد، يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة، لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق تقول له الآن إيش عندكم نهار ولا ليل، هيقول لك عندنا ليل. في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر أو يكون قد طلعت الشمس، وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجربي أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة ينتج وراء الليل والنهار، ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها، وهذا له تفصيل في علم الفلك وفي علم الجغرافيا لسنا في صدده، لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية، وإذا سلم بكرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة، لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي، فلو كانت هي كروية وثابتة
كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا، بل ومن كان في طرفيها، لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطربة، هذا أمر يعني غاية الإعجاز والدالة على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس. وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكانة خالي كان حلاقا، فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة، فنجان قهوة، يأتي القهوجي أو أجير القهوجي يأتي أجير القهوة أو القهوجي وفي يده صحن أو صينية، تقولون صينية؟ نعم، مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا، لكن هذه لها حاملة، يعني ممكن أن نصورها هكذا. هنا يضع أصبعه هنا، نعم، ويمشي أولا يلهو ويتسلى، يعمل فيها هكذا. والشايفة والفنجان على الصحن الصغير كما هي العادة لا يتحرك عن مكانه، هذا مصغر جدا جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يضطرب البشر عليها. والبشر بشر كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان، إنسان جاهل غشيم، قدرته مداركه محدودة، مع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيء من العقل وشيء من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يقطر منه قطرة. هذا كنا نراه ونحن صفات الله عز وجل. ماذا نقول؟ وليس يصح في الأذهان شيء، احتاج النهار إلى دليل، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا القضية ما تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا بعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يتصور إنسان. هذا رأيي في هذا السؤال.